الموسم ده كان عندنا 3 بطولات. كان عندنا بداية بالبطولة العربية، خدت أول عرب في سباق 200 متر فراشة. كان عندنا برضه البطولة الأفريقية، خدت في البطولة دي 6 ميداليات فضة وميدالية برونز. ونهينا الموسم ده ببطولة العالم. أنا صاحب رقم مصر في 400 متنوع، وحققت مركز كويس في بطولة العالم اللي فاتت، بقت مركز 28، ده مركز جديد بالنسبة لي. بس بطولة العالم كانت نهاية السيزون. يعني موسم ابتدى معانا السنة اللي فاتت في البطولة العربية، طبعا كانت بطولة يعني قوية مش ضعيفة، حققنا فيها كل المنتخب عمل فيها كويس قوي. يعني أنا حققت فيها 3 ميداليات ذهب فردية وميدالية ذهب في التتابع اللي هو بنكون 4 من نفس الفريق. وبعد كده أنا أصلا عايش برا مصر، كنت عايش في أسبانيا، قعدنا نتمرن ونجهز عشان بطولة العالم. ولما رحنا بطولة العالم الحمد لله قدمنا أداء كويس بالنسبة للمنتخب، حطمنا أرقام كتير، قدرنا يعني نرفع على مصر فوق لما فريد عثمان جابت ميدالية الذهب، وكمنتخب كلنا كنا كويسين الحمد لله. البطولات بدأت الأول ببطولة عربية، دي كانت أول حاجة للتأهيل لبطولة العالم، فدي عملنا فيها يعني أنا عملت فيها كويس، خدت أول في 50% حرة وحطمت بيها كان رقم مصر، وكنت متأهل بيها لبطولة العالم، وده السباق اللي سافرت عليه يعني، وقمت جبت رقم جديد في 200 حرة هناك. وبعد كده لعبت، كان في بطولة الجمهورية وده يعني محلي، دي خدنا فيها يعني خدنا فيها مراكز كويسة أول في أغلبية السباقات والتتابعات كلها. وبعد كده كان عندنا يعني بطولة العالم، طلعت فيها في 50 باك 25، وطلعت في 100 حرة 32. بس أنا كنت طالع ثالث عالم ناشئين في 2015، دي كانت أول ميدالية للولاد في بطولة عالم ناشئين بعد ميدالية فريد عثمان البنات. أنا شاركت في أولمبياد 2016، دي أنا كنت أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية أهل الأولمبيكس أصلا، فدي كانت فرصة كويسة ليا. وبعديها بقى كان عندي خطة وكده، بس كنت أنا في ثانوية عامة فمكنتش عارفة أواظب قوي وأعمل تمرينات والخطة تمشي وكده، بس حاولت وتأهلت لبطولة العالم في بودابست. جبت تيم ايفنت مركز 15، بس كان في احسن طبعا، بس لكن انا ما تنهستش قوي عشان كان ثانويه عامه ودروس وكده، فبس ان شاء الله يعني. وجبت ورحت بطوله كاس مصر وكده، وجبت 3 ذهب و2 فضه، بس يعني كان ممكن اعمل احسن وكده، بس لكن ثانويه عامه يعني. الحمد لله 2016 تأهلت الاولمبياد في السباحه الطويله 10 كيلو، والسنه دي شاركت في بودابست بطولة العالم، الحمد لله قدرت ان احسن مركزي كتير. بس والحمد لله السيزون ده كان كويس قوي بالنسبه لي، ان انا شاركت في 2 كبار زي دول يعني. النادي الاهلي احنا نادي بطولات، ونادي دائما ما بنحقق بطولات، فطبعا دايما بيبقى كاداره بتبقى حريصه على تكريم ولادها، وانها تحسسهم بالاهتمام وتحسسهم بقد ايه تقدير ان احنا كل من يمثل النادي الاهلي وبيحمي اسم النادي الاهلي، اداره المكان بتفخر بيه وبتحاول تدعمه اكتر علشان نحقق بطولات اكتر. احنا نادي بطوله وبندور دايما على بطوله، فالنهارده ده اقل حاجه بنعملها للسباحين اللي هم يعني حققوا ميداليات في خلال هذا الموسم، سواء يعني على المستوى المحلي او المستوى الدولي، عامل لهم تكريم تقديرا ليهم ومجهوداتهم في السنه دي، ويا رب دايما ان شاء الله دايما النادي الاهلي يبقى في الصداره يعني. والله الحمد لله ربنا كرمنا السنه دي اخر كرم الحمد لله، احنا السنه دي حققنا بطوله الجمهوريه وكاس مصر وبطولة القاهرة، سواء سباحة طويلة أو سباحة قصيرة، وده كان مجهود كبير قوي. أنا بشكر فيه كل من ساهم في هذا المجهود، من أول المدرب مرورا بالإداريين نهاية بالجهاز الإداري والفني، مديرين فنيين ومديرين أجهزة، وطبعا في ناس كتير قوي لازم نشكرهم، وعلى رأسهم أولياء الأمور، لأنهم أكتر ناس بيتعبوا معانا واحنا بنقدر جدا دورهم، لان لولاهم ما كانش السباح جه ما حققش النتيجه، فاحنا بنشكرهم وبنقول لهم احنا ممتنين جدا للمجهود اللي انتوا بتعملوه. بنشكر مجلس اداره النادي الاهلي والنشاط الرياضي، لان هو صراحه بيوفر لنا كل الامكانيات ان احنا نرتقي باللعبه ونوصل السباح بتاعنا للعالميه. بشكر
اخي صديقي كابتن ايمن سعد ان هو بيقدمني ان انا عضو في النادي، لان ده الشرف الاكبر ليا. وانا كانت لعبة السباحة او نشاط السباحة بيمثل بالنسبة لأسرة النادي الاهلي او ايام زمان العلاقة اللي هي علاقة او صلة الرحم اللي بين اعضاء نادي عاش كتير قوي حافظ على قيمه ورقي اعضائه ورقي رياضيه. والحقيقة بستشعر الفخر كمان ان انا يجي يوم وابقى قدام تمساح النيل او تمساحة النيل والسباحة سحر منصور اللي انا عشرتها كزميل ليها في النادي الاهلي، وكانت مصدر فخر ليا ولكل منسوب النادي الاهلي لما كانت بتتقلد البطولات والميداليات. والحقيقة انا بعتذر لها بالنيابة عن التاريخ، لان التاريخ ما اداش لوحدة زي سحر منصور حقها واستحقاقها في وقت كان يعني بتتراجع فيه الإشادة بالنجوم. عاوز كمان احيي كل منسوب فريق السباحة، اخي كابتن ايمن سعد كسباح، كابتن محمد فرج وكابتن وائل، ومش عاوز انسى حد لان يمكن انا ما حضرتش اجيال، انا بتكلم في فترة السبعينيات واوائل الثمانينات، لكن عاوز اقول لكم ان كانت دايما مصدر فخر وثقة ان فرق السباحة وكرة الماء في النادي الاهلي. رحم الله من توفى وربنا يدي العمر للي موجودين. لكن انا عاوز اقول لولادنا الصغيرين حمام السباحة او فرق السباحة في النادي الاهلي دي لو هتشوفوا الركن اللي فيه الاسماء انا بنصحكم ان كنتوا تتبعوا تاريخ هؤلاء، لان النادي الاهلي خرج لمصر وخرج للعالم ابطال اولمبياد وابطال سباحة مسافات طويلة. وانا الحقيقة كنت بسكن في مكان على نيل المانيال، كنت بتفرج على سحر منصور ومروان غزاوي ومروان صالح وهم المقصود بهم تماسيح النيل في سباحة المسافات الطويلة. بتمنى لكم التوفيق وبدعوكم ان كنتوا تحافظوا على اسم النادي الاهلي، وبعتذر عن عدم حضور زملائي رئيس واعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي للانشغال ببعض الامور الخاصة بلوائح اللجنة الأولمبية ولا حتى النظام الأساسي للنادي وفي وجود مباراة، لكن أقر أمامكم أن في يوم قريب إحنا هنحتفل بفرق السباحة وكل من حصد بطولات على قدر اللي أنتوا قدمتوه لناديكم وعلى قدر واستحقاق الناس اللي بترعى فرقة السباحة، اللي أنا بعتز أن أنا كنت واحد منهم كعضو نادي لا يعرفني أحد لأن أنا ما كنتش بطل، ولكن بفخر أن أنا أحمل عضوية النادي الأهلي من سنة 2006. بشكر حضوركم وأتمنى لكم التوفيق، وبعتذر لكم عن عدم حضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وإن شاء الله نكرمكم في مناسبة أكبر من دي بكتير بالقدر اللي يلاقي اللي أنتوا حققتوا ناديكم، وأتمنى لكم التوفيق. السنة دي كان عندنا كمان منتخب مصر كان بيمثل منتخب مصر السباحة بيمثلوا بطولة العالم، طلع عندنا الحمد لله عدد كبير قوي في بطولة العالم اللي فاتت كانت في المجر، وكان ليهم الحق علينا ان احنا نكرمهم الفترة دي بالذات لان هم عندهم بطولات برا، فاحنا اخترنا الوقت ده عشان نكرم كل السباحين اللي كانوا في بطولة العالم في المجر. الموسم كان طويل في للسباحة بالذات عملوا انجاز كبير، كان لازم يكرموا. انا شايف ان السباحين احنا عملنا بس للمسافرين برا، لان انت عارف في ولادي انا مرتبطين بالسفر لامريكا للدراسه في امريكا، وفي حد عندنا سباح عمر عيسى في الدراسه في اسبانيا،
فاحنا قررنا ان احنا نعمل المجموعه اللي كانوا موجودين مع منتخب مصر بطوله العالم الاخرانيه نكرم، لكن بقيه الفرق هتتكرم يوم 25 اغسطس باذن الله. لعيب بيسعد بان يكون نادي مهتم بيه ويكون نادي وراه وفي ظهره، بيحس ان المساله مش بس مجرد انه بيلعب رياضه، ده بيلعب رياضه بالنسبه لمكان كبير. النادي الاهلي ده اسم كبير جدا في مصر وفي الوطن العربي وافريقيا وعالميا كمان، ان شاء الله هيبقى عندنا يعني عندنا احمد اكرم وخلافه من الناس اللي ابتدت تحقق حاجات على المستوى العالمي. نطمح في سباحينا برضو ان هم يوصلوا للعالمية. بنطلع اسم الاهلي في كل مجال، سواء كان سباحة او رياضات جماعية او رياضات فردية او كرة القدم طبعا بتيجي في مقدمتهم. بنحاول نبقى على اعلى مستوى ويبقى دايما النادي الاهلي في الصدارة في كل شيء. ده املنا ودي طموحاتنا كجزء من الادارة النهاردة. احنا طبعا بنأمل ان دايما يكون بنقدم ما هو افيد بالنسبة للرياضيين اللي موجودين وبالنسبة لكل اسرة الرياضة اللي موجودة في النادي الاهلي، تبقى واخدة دعمها واخدة تقديرها المناسب. ودي لفتة من مجلس الادارة بالنسبة لهم طيبة جدا يعني. طبعا احنا طول عمرنا متعودين على النادي الاهلي انه بيكرم ابطاله وبيهتم بالابطال اللي عنده، فدي مش حاجة جديدة علينا يعني. احنا طول عمرنا متعودين من ده على النادي الاهلي، واحنا يعني مبسوطين ان احنا بنتكرم في بيتنا قبل اي حتة. وبنوعد النادي الاهلي ان احنا ان شاء الله نقدم له اكتر السنين اللي جاية والمنتخب مصر كمان ان شاء الله. طبعا التكريم يعني بيقدم لنا شيء معنوي، بيقدم لنا ان احنا يبقى عايزين نرجع نقوم تاني، عايزين نرجع نقدم اداء احسن من كده عشان نرفع اسم النادي الاهلي احسن من كده، نرفعه اكتر. طبعا التكريم ده بيقدم لنا يعني حافز معنوي كبير قوي. طبعا هو ده دعم نفسي جدا يعني، ان هو بيشجعنا نفسيا ان احنا نبقى عايزين نعوم ونعمل بطولات ونعمل انجازات ان حد يكرمنا ويحسس ان احنا بنعمل حاجه مهمه يعني. طبعا دي حاجه بتحفزني جدا وخليني استمر. طبعا بشكر مجلس الاداره على التكريم ده. طبعا انا يعني ما بديش كتير في نادي الاهلي، لكن الموضوع ده حفزني قوي يعني، مبسوطه جدا. طبعا هو طبعا دافع معنوي كبير جدا طبعا لينا، ودي حاجه يعني احنا بنحبها جدا دايما، ان هو كمان السباحه دايما مش تبقى مذكوره قوي، فان لو احنا نتكرم وكده دي تبقى حاجه كبيره قوي بالنسبه لنا يعني، ان هي بتساعدنا اكتر بكتير يعني. طبعا هو النادي الاهلي طبعا ده يعني حاجه كبيره قوي، ويعني احسن دايما فريق بيبقى طبعا في فريق النادي الاهلي، وان احنا طبعا نبقى مع بعض كلنا، وان احنا هو دايما في تحفيز ودايما في روح كده، اللي هو يعني هي لعبه فرديه بس دايما بحس ان انا دايما في اسره وفي فريق، وبحس دايما يعني بتحفيز كتير جدا، ودايما بحس ان هو في ناس كتير قوي ورايا، انا مش لوحدي يعني. هو طبعا النادي الاهلي طول عمرنا عارفين عنه، طول عمرنا احنا صغيرين نسمع عن النادي الاهلي، ما بيطلعش حاجه اسمها واحد مش بطل، مفيش حاجه اسمها كده، كلنا لازم نبقى ابطال، كلنا لازم نبقى عندنا الروح الرياضيه اللي هو لازم نبقى الاول. وطبعا دي حاجه بتخليك بطل من غير اصلا يعني، من غير اي حاجه بتخليك تحس ان انت بطل اول ما تبقى في نادي الاهلي. التشجيع وان احنا فريق واحد وان كلنا بنفكر مع بعض كل حاجه مع بعض، مفيش ناس باقي بس انا ده ليا، انا مش ليا يعني، كل واحد لوحده، لا يا كلنا يعني احنا فريق واحد، بنخاف على بعض، بنشجع بعض مع بعض على طول. تعلمت حاجات كتيرة قوي، تعلمت الانتماء اولا، وطبعا مبسوطة جدا من الفريق يعني، فريق الغطس والادارة، ومبسوطة طبعا وبيحفزوني، ولحد ما تقريبا تدريب كتير قوي وتدريب جاهز وامكانيات. احنا كلنا اولاد النادي الاهلي، احنا دي ما يميزنا ان احنا دايما النادي الاهلي، الاهلوية دايما اهلوية، يفضلوا هم اسرة واحدة في جميع الاحوال، احنا جميعنا اسرة واحدة، سواء أسرة رياضيين أو أسرة أعضاء نادي، أو يعني هتلاقي في منا أسر بقى لها زمن طويل جدا جوه المكان، على اختلاف رياضاتنا، على اختلاف انتماءاتنا، على اختلاف كل حاجة، احنا موجودين جوه النادي أسرة واحدة بنتعايش، ودايما بنحاول نبقى نقدم أكتر ما هو مفيد بالنسبة لمكاننا، بنحاول نخدم نادينا بأفضل شكل ممكن. احنا نادي بطولة ونادي صدارة، عايزين دايما إن شاء الله النادي الأهلي يكون في الصدارة، ودايما هو يكون صاحب المبادرة في البطولة. نشوف ده في كل الرياضة إن شاء الله، ودايما نأمل إن الرياضيين يكونوا دايما على منصات التتويج، ويكونوا هم دائما قائدين مسيرة الرياضة في جمهورية مصر العربية إن شاء الله. أنا عندي كذا بطولات السنة الجاية واللي بعديها، عندنا دوري البحر المتوسط دي أول تارجت لينا إن شاء الله هنقوم عليه، وعندنا بطولة أفريقية السنة الجاية، وان شاء الله اكيد طموح كبير الاولمبيكس في 2020 ان شاء الله. هو طموحي ان شاء الله ان انا يعني طبعا احسن من نفسي اكتر، وان شاء الله اشارك بمستوى احسن بكتير في العالم الجايه، وكمان ان شاء الله يعني بحاول ان انا اشترك في الاولمبيكس الجايه كمان ان شاء الله. انا شايف ان في مجموعه مواهب جوه النادي الاهلي كويسه، احنا وفرنا للسباحين عندنا جهاز فني على اعلى مستوى،
احسن جهاز فني موجود في تاريخ مصر. جميع المدربين كلهم مؤهلين ومدربين كويسين. انا شايف ان الاولمبيات اللي جايه هتحصل فيها طفرات كتيره قوي. اللي عندها سباح احمد اكرم من السباحين طبعا معروف وصاحب ذهبيه الاولمبيات الناشئين وطلع رابع العالم سنه 2015. الحقيقه هو مطلوب منه في طوكيو، انا اعتقد ان هو هيقدر يعمل ميداليه. عندنا بعض السباحين الصاعدين اللي جايين، سباح اسمه ميشو، عمر عيسى، احمد حمدي، في سباحين طالعين من قطاع الناشئين. انا شايف عشان ما انساش اسماء، يعني انا شايف ان طوكيو 2020 هتسجل اول ميداليه في تاريخ السباحه المصريه من سباحين النادي الاهلي باذن الله. دور مجلس الاداره دور مهم جدا بالنسبه لنا. احنا بنربط وكل طلب بنطلبه بيبقى مرورا بالنشاط الرياضي. دورهم ان هو صراحه ما لا يقولوا جهدا ان هم يحققوا لنا كل المتطلبات اللي نخلي نعرف نعلي مستوى السباحين ونحقق البطولات للنادي الاهلي على طول الحمد لله في الرياده في السباحه في مصر الحمد لله. مجلس الاداره وفر للاجهزه الفنيه والقطاع الرياضي في النادي الاهلي، وفر حاجات كتير قوي. النادي الاهلي اللائحه الجديده اللي ساعدتنا كويس قوي ان احنا نعرف نستقطب مدربين كويسين، تغيير اللائحه الماليه للمدربين، لان دي كانت حاجه بنعاني منها فترات كبيره. النادي الاهلي ان انت تقدر تقنع مدرب كويس ان هو يجي مره في النادي الاهلي كانت بتمنعك الحته الماليه. الحته دي اما غيروها الحقيقه ساعدتنا كتير، واحنا بنشكل الجهاز ان احنا نرجع اولاد النادي الاهلي كانوا موجودين بره اللي بيمرن في نادي جوبلس، مرة في نادي المعادي، نادي سموحه، فقدرنا نرجعهم كلهم عشان يمرنوا جوه النادي الاهلي. ودي حد عملت الطفره بقى الحته اللي احنا بنتكلم عليها، ان هو موسم طويل تعبوا فيه المدربين، قدرنا مجلس الاداره وفر الحته الماليه والراحه السهوله في اتخاذ القرار، ما بياخدش وقت، بيروح النشاط الرياضي، النشاط الرياضي كابتن عاصم السعداني بيحوله لمجلس اداره بيتاخد موافقه سهله جدا. فدي كانت مساعده في الشغل وان يبقى فيه انجاز. دايما قناه الاهلي هي الشريان اللي بال شركاء صناعة الأبطال في النادي الأهلي سواء في الألعاب الجماعية أو الألعاب الفردية. الحقيقة أنا سعيد جدا النهاردة أن أنا أكون على قدر يعني عضويتي لمجلس إدارة النادي الأهلي، أن أنا أبقى نلت شرف أن أنا أكرم شباب واعد بنحاول نثقله لحصد بطولات وميداليات. مش تشرف النادي الأهلي بس، بتشرف مصر واكيد بتشرف كل الاجيال اللي جايه باذن الله. انا لازم بخلاف الابطال واجهزتهم التدريبيه والفنيه، انا بشوف قد ايه معاناه الاسره، وان هم يعني في بعض الاحيان بنشوف اولياء الامور مع ابنائهم في اوقات الفجر والبالليل والسفر والمشقه. الحقيقه ان انا مفيش جاحد يقدر ينكر دور أولياء الأمور في رسالة رياضة أولادهم، لأن الرياضة دي انت عارف حرك ليها هدف وفكر بيبعد شبابنا عن حاجات كتير قد تؤذيهم وقد تغير من مسيرتهم. وأنا لو ما كنتش أشكر أولياء الأمور أبقى راجل غير جدير بأن أنا أكون ضمن منظومة نادي بقدر النادي الأهلي. اسم النادي الأهلي مع كامل احترام الأجيال اللي بتتواصل وبتحاول تعمل على نفس المنهج، إنما الانتماء للنادي الأهلي ليه دور كبير قوي في صناعة الأبطال، لأن أي شاب أو أي ناشئ جديد بيجي بيبقى عارف اللي قبليه عملوا إيه، وهي الحقيقة فترات بتسلم بعضها وشخوص بتسلم بعضها، لكن يبقى الهدف واحد والاسم واحد. وعاوز هنا أقرر بنيابة عن نفسي أو أصالة عن نفسي أن النادي الأهلي اسمه أعطى الجميع، والنادي الأهلي مش عاوز أكتر من أن اسمه الناس تتعامل معاه بقدر هو ما أعطى للآخرين. لما نيجي نقول أن النادي الأهلي كان أول نادي في تاريخ مصر يكون له لايحة قبل اللايحة اللجان الأولمبية وقبل الاتحادات، وأول نادي عمل لايحة،
فلابد ان اي حد يتعامل مع النادي الاهلي كقدر الكبير. النادي الاهلي منشأ الرياضة وزعيم الرياضة بصفته نادي بيفخر ان هو لعبته الشعبية الاولى كرة القدم الاكثر حصولا على بطولات ونادي القرن ونادي الشرق الاقوى في الشرق الاوسط والمنطقة العربية. فبالتالي شيء منطقي وشيء مقبول انه يتقال عليه بيت الرياضة الكبير. رموز كتير في النادي الاهلي كانوا بيتقلدوا مناصب وفي المنصب الرسمي او السياسي او ايا كان، وفي نفس الوقت عضو مجلس ادارة النادي الاهلي، وكانوا بيتقلدوا مناصب وزارية ومناصب عسكرية ورتب. مما لا شك فيه ان انا استشعر ده من وجودي في اي مكان. انت عارف حضرتك ان بعد الازمات اللي حصلت في 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 الفترة الأخيرة، يعني الظهور الإعلامي وظهور المناسبات تراجع شوية، لكن أنا الحقيقة بلمس ده كعضو مجلس إدارة في النادي الأهلي، إن وجود أي من منسوب النادي الأهلي الرسميين في أي مكان بيضيف للمكان هيبة وقوة، وبنعامل على قدر هذا الكيان اللي قضى 110 سنة بتاريخ ورقي وقيم. متأكد ان احنا كمجلس ادارة كادارة النادي الاهلي، يعني عشان لا ابخس حقا الاجهزة الفنية والاجهزة الادارية، ان احنا كلنا بنعمل ووفرنا كل ما يؤهل لده الحصول على بطولة افريقيا اللي هو الحلم الاصلي او الحلم المطلوب لجماهيره وعشاقه ومنتميه، وتبقى توفيق ربنا ويبقى المجهود اللي احنا او الاخلاص او الروح اللي احنا بنأمل ومتأكدين اللاعبين هيخوضوا بيها ما تبقى من فعاليات البطولة الافريقية. انا بشكركم وبهني ابطالنا، وبتمنى للنادي الاهلي اللي انا افخر ان انا انتمي ليه كل توفيق ونجاح ومزيد من البطولات على الألعاب الفردية والألعاب الجماعية. إن شاء الله هتكون، وإن شاء الله نادي الأهلي زي ما هو عنده صاحب الصدارة والطليعة دايما في كل شيء في مصر، إن شاء الله هيكون برضو نادي الأهلي صاحب الصدارة والطليعة في أنه يحقق كل ما يطمح ليه كنادي أهلي. إحنا من حقنا كنادي أهلي يكون عندنا لائحتنا الخاصة من غير قيود خارجية ومن غير ما حد يفرض علينا حاجة. إحنا كأهلوية زي ما أنت قلت إحنا كلنا في بيت واحد وأسرة واحدة، والنهاردة الأسرة الواحدة دي بتتعرض لهجوم كبير جدا من الخارج. فالنهاردة أنا بدعو كل الأهلوية اللي في مصر، فكر في ناديك. احنا ما بنتكلمش في مسائل تخص انتخابات ولا غيره، احنا النهارده بنتكلم بصدد لائحه. اللائحه دي منظمه للعمل داخل المكان، اللائحه دي تخص النادي الاهلي وهي باسم النادي الاهلي. وايا كان الافكار الناس اللي بتروضها افكار بالنسبه لان الموضوع ده مش ما يخصش الانتخابات، احنا كلنا واحده واحده، الاهلاويه دايما هنفضل واحده واحده. انا بدعو كل الاطراف اللي هي بتفكر شمال ولا يمين، تعالى ادعم ناديك. انت بتدعم النادي الاهلي ما بتدعمش افراد، احنا النهارده كلنا لازم نقف صف واحد ويد واحده في ان احنا نجيب لائحتنا اللي هي خاصه بالنادي الاهلي. النادي الاهلي بقاله سنين طويله جدا كان بيدور يعمل اللائحه، سيبك من ان هي تبقى معموله في زمن مين ولا غير زمن مين، احنا النهارده النادي الاهلي في محك ومفترق طريق، لازم واقفه من كل اعضاء النادي الاهلي. تعالى طالب بحقوقك، تعالى اقرا اللائحه. اللي النهارده بيدعي ان اللائحه فيها حاجات معيبه يطلعها يقول لنا فين المعيب اللي فيها. النهارده اللي بيدعي ان فيها اي بنود تمس اي حاجه عمليه انتخابيه يجي يقول لنا فين الكلام ده. النهارده احنا انا بدعو جميع الاهلاويه يا ساده افاضل، تعالى طالب بحقوقك. حقك ده ان انت تحط لائحتك، حقك ده ان انت تيجي تقول او لا، ده حق متاح ليك كاهلاوي. النهارده ما تستغناش عن هذا الحق بدعوه معرفش ايه هي. النهارده احنا عندنا فرصه، جمعيتنا العموميه احنا ماشيين وفقا للقانون، وفقا لما اتيح للناس من حريات. النهارده ما قعدناش 4 سنين النهارده الناس تعمل في قانون علشان في النهايه اللي هو كان بيطالب بيه انه يحررك من قيود تدخل الحكومي ان هو يدخلك النهارده في قيود تدخل حاجه تانية. احنا النهارده بنقول الحريه دي اتيحت بالقانون، فالنهارده النادي الاهلي بيمارس حقه القانوني. يتفضلوا يا ساده يا فاضل،
تعالوا الصندوق موجود، تعال قول رأيك في اللائحة، تعال خد لائحتك، اللائحة بتتوزع في النادي النهاردة على كل أبواب النادي، من بكرة اللائحة موجودة، الناس تيجي تقرأ لائحتها، وهي خلي الاختيار يكون نابع منك مش نابع من حد تاني. مش عارفين، أنا مش عارف الموضوع متطور لمعركة ليه ما بين النادي الأهلي والجهة الإدارية. المعركة النهاردة النادي الأهلي له مواصفات خاصة، والنادي الأهلي بيحط ما يناسب مواصفات النادي الأهلي، يعني ما هياش معركة بيننا وبين الجهة الإدارية. الجهة الإدارية عايزة ليه تصعب على الأعضاء؟ انت ايه اللي يديرك في ان الاعضاء النهارده انت حاطط لي ميعاد 25/8 ده ميعاد معوق، انت بتحط معوقات، بتحط معوقات ليه؟ يعني النهارده اللي عايز يسال نفسه انت بتحط معوقات ليه؟ طب ما تيسر لي المساله، عشان يعني انت النهارده ايه مصلحتك في ان ده يتم او ما يتمش؟ ده موضوع ما يخصكش في حاجه، ده موضوع يخص النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. انت ايه مصلحتك في ان انت تحط معوقات؟ ما تسيب المساله انسيابيه وخلي الناس تؤدي وظيفتها، حط القيود اللي انت طالبها، تعال اعمل الرقابه اللي انت عايزها، انما ما تحطليش معوقات، ما تبقاش انت بس بتعرقل المساله علشان تفشلني. ليه؟ ايه الداعي في كده يعني؟ انا مش فاهم، مش شايف ايه المنطق في ده، وايه الداعي في كده اساسا؟ انت ليه بتاخد مني حقي؟ انا عايز اختار لائحتي، انا اختار اللي ايه اللي يناسبني. والنهارده اللائحه دي اللي وضعها ناس قمم في 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 في, في القانون وقمم، وما فيش فيها حاجه، يعني كل من مروجي اشاعات ان دي اقصائيه او ان دي محطوطه لاسباب شخصيه او الكلام ده كلام فاضي، حقيقه كلام فاضي واصبح مثير للاعصاب، لان ما فيش الكلام ده، مش موجود على ارض الواقع. اللائحه موجوده، تعال اقرا، ما كلنا الناس اللي بتعرف تقرا تقرا اللائحه كويس، اقرا اللائحة، ما فيهاش شيء يقصي احد تماما عن انه يخوض انتخابات النادي الاهلي، واي حد مرحب بيه في انه ينزل ويخوض انتخابات النادي الاهلي، اي عضو من اعضاء الجمعية العمومية اهلا بيه ينزل انتخابات النادي الاهلي، ما فيش ما يمنع اي حد من انه يترشح، اللي قادر انه يقدم للمكان يتفضل، والناس كلها بعد كده وقت ما يبقى يجي انتخابات نبقى نتكلم في انتخابات. احنا النهارده بصدد لائحه، اللائحه دي لائحه منظمه للعمل داخل المكان، اللائحه منظمه لاداء النادي الاهلي جوه نفسه، ما هياش تعني حد، تعني النادي الاهلي واعضائه. فالنهارده الساده الاعضاء المفروض ان انت تنتبه ان لائحتك دي تعالى اقراها، يعني اقراها وحط عليها تقييمك، مش عاجباك عندك حق الرفض، محدش سلبك حق الرفض، ولكن في نفس الوقت اذا كنت مستريح لها عندك حق، انك المفروض حق عليك انك توافق عليها، اذا كانت هي مناسبه بالنسبه لك، مش مناسبه ما توافقش عليها، محدش بيجبرك في اي اتجاه اساسا، ولكن الحضور هنا اصبح ده حقك اللي لازم تطالب بيه. فالناس النهارده اذا ما طلبتش بحقها انا ما عنديش حاجه تانية اقولها، انا كل ثقه، احنا دايما ابطال النادي الاهلي، احنا ابطال، احنا مش ابطال من فراغ، احنا ابطال من مواقفنا، احنا ابطال من لعيبتنا، احنا ابطال دايما، النادي الاهلي دايما في الصداره، ودايما هيفضل ان شاء الله في الصداره، ما حدش هيحصلنا، اللي جاي ورانا جاي ورانا بمسافات بعيده جدا، انما النادي الاهلي هيفضل دايما في الصداره، هيفضل بابنائه وبناسه ان شاء الله.